الحياة بدون طموح ملهاش لازمة، إذا كانت في الرياضة أو في العمل أو في الحياة عامة كلها. عشان كده أنا النهاردة كنت حابب أعرف طموح اللعيبة اللي معانا النهاردة. طموحي إن أنا معروفة باسم حاجة، اسمي يبقى معروف، إن أنا حاجة كويسة في التايكوندو، إن أنا أخلي الناس يبصوا، يعني لو أي حاجة تقدر تحصل، يعني فاهم قصدي؟ إن أنا أمسك علم مصر، وإن أنا يعني أدخل في أقرب بطولة لمصر يعني، وأفرح مامتي وبابايا والناس اللي أعرفها. أبقى شامبيون بطلة وكده، عايزة أعمل كده إن شاء الله يعني. طموحي إن أوصل لبطولات العالم. الطموح ده هو اللي بيوصل للإنجازات. تعالوا نتعرف على بعض إنجازات اللعيبة اللي معايا النهاردة. جبت ميدالية ذهب في ميدالية الجمهورية ذهب هذي، و جبت ميدالية برونز، أول ميدالية ليا كانت برونز والذهب بس. كسبت بطولة مصر. مفيش حد فينا ما تعرضش لمواقف صعبة في حياته، وأكيد اللي بيلعبوا تايكوندو اتعرضوا لمواقف صعبة. أصعب موقف في حياتي إن أول بطولتين لعبتهم في حياتي خسرتهم من غير ميدالية. أصعب موقف ليا كان أول تايكوندو، لما ما كنتش كويسة فيه، وكنت اللي هو مش حلو قوي فيه، فلو كنت عايزة أبطل عشان شايفة أنا ماليش مستقبل. بس أنا دلوقتي يعني بعد ما فضلت أهلي فضلوا ورايا وكباتن طيب فضلوا ورايا، شايفة إن هو أنا عملت حاجة كويسة. هو الموقف بتاع النهاردة، وجودكم النهاردة هو كان أصعب موقف في اللعب. فاجئتونا بصراحة بوجودكم. ما تعودناش لحد يجي يتفرج علينا ويصورنا واحنا بنلعب بصراحة. ان انا دلوقتي تقريبا انا في فترة تصعيدات، وهيساعدوني الفرق ان شاء الله بتاعت البطولات وكده. اكيد زي ما اللعيبة مروا بمواقف صعبة، اكيد مروا بمواقف حلوة او مواقف سعيدة. تعالوا نتعرف عليهم مع بعض. هو لما جبت ميدالية الذهب في الجمهورية، اسعد موقف في حياتي ان كسبت بطولة مصر. اني قابلت كابتن ايهاب اللي هو مسؤول عن التايكوندو، از اول يعني كابتن ايهاب ده هو كان اسعد حاجه شفتها في التايكوندو من ساعه ما ابتديت الحمد لله. لا فرحتني ان في صحاب، وان انا اتعرفت على كله وجمعت ناس كتيره وتعرفت على حاجات احلى، حاجات انا ما كنتش اعرفها خالص. لكن هنا بقى كان عندي سؤال تاني وسالت اللعيبه، هل في حاجه معينه بتخافوا منها وانتوا بتلعبوا تايكوندو؟ في حاجه بتخافي من اللعب؟ هو الاصابات. الاصابات. ان يوم من الايام هقف قدام حد اقوى مني مثلا، دي اكتر حاجه مخوفاني من اللعب. يعني حاسه ان انا ممكن اعمل حاجه، بس لو وقفت قدام حد في فايت حاسه ان انا مش هعرف اعمل اي حاجه، خايفه من كده يعني. خوفتي مثلا ان انا لو نزلت ضد حد انا مش مقدرش العب ضده، خايف تجيلي اصابه وحشه او ممكن اي حاجه تتكسر فيا. بس احنا عرفنا منهم المواقف الصعبه اللي مروا بيها، لكن البنت الموقف الصعب بتاعها بيبقى دايما محرج. موقف محرج يعني ممكن وانا في الجامعه حصل موقف كده، ان كان في ولد عمل حاجه مش عجباني، ما يعرفنيش ولا اعرفه عشان يهزر حتى ولو من بعيد بس، وكنت رايحه اتعامل بقى ولسه حرفع رجلي، لقيت في حد بيشدني تاني من اصحابي وعافاه عني يعني انقذه مني. رسائلكم على الفيسبوك بيج بتاعتنا سبوت اون سبورت، او على الانستجرام. اللي عايز يتفرج على حلقه معينه او عايزنا نتكلم عن رياضه او قضيه معينه يبعت لنا على الفيسبوك او الانستجرام. نشوفكم الحلقه الجايه وسبوت جديد في سبوت اون سبورت. سلام عليكم.